السلام عليكم. هذا شارع فريد الأنصاري. زيد هذه جوج و 19 دقيقة جوج تولد، حرارة 20 درجة. غادي نمشي وجيت كوكو بارك، نمشيو لكوكو بارك، نمشيو مع شارع فريد الأنصاري ونتبعو طريق البريدية. إذا هذا هو شارع فريد الأنصاري. اليوم هو الأربعاء، اليوم هو آخر يوم في شهر واحد، في شهر يناير، يوم 31 يناير. شارع فريد الأنصاري قريب يساليو الأشغال ديالو، باقي شي لقطات. هاد الجهة فين قدو القوات على اليسار هما اللي باقيين، وباقي البلايص اللي غادي يديرو فيهم الضو. إنارة تعطل داك البروجي ديال الإنارة، داكشي علاش في الخدمة اللي خدموا شارع محمد السادس دخلوا كل شيء بروجي واحد، فيها الزفت والطريطوار والضو وكل شيء، وقاوي الواحد اللي غيقبض كل شيء دبر معاه، يعني باش إلا بدا تيبدا صافي، تيبدا نيشان. كاين الحرارة 20 درجة، كاين الحرارة، يعني بالنسبة ل حنا نقولو كاع اليوم آخر يوم في يناير. الله يرحمنا وصافي، الله يرحمنا. هنا كاين عندهم شي قوات هما تيعريوهم تيعاودوهم. خصنا ندوزو داك الضو لحقاش إلا قبطنا غنبقاو تما واحد جوج دقايق مع تريبل. زيد أخويا زيد سيمتل. حدو الصاني نصور له مرجان واحد، مرجان واحد هو هذا اللي على اليمين دابا كيمشي حتى تيتلاقى مع أناسي ومع الناعم، ولكن أهم شارع فيه هو هذا دابا اللي على اليمين، وهذا اللي كيطلع تيخرج في المسجد، راه المسجد فينا هو. وباش تسارى انا مرجان واحد يعني نبقاو نخططو في الدروبه وصافي، ما كاينش شي حاجه. يعني كاين داك الجامع حداه واحد السويقه بسيطه، سويقه صغيره من مور الجامع. دونك ماشي شي حاجه، المهم هو هذا مرجان واحد. هذه ملاعب القرب،
هذا الحي الجامعي اللي قدامنا دارو رون بوان كبير هنايا، ولكن كاين عرقال لحد الساعة، يعني ما كاينش السلاسة في المرور. دابا مازال ما داروش داك سي دي لو باساج، شو كيف اللي تيعرف القانون تيقول انا اللي على اليمين، واللي ما تيعرفش القانون تيقول راه الرون بوان داير انا اللي ديال الحق، تتوقع العرقالة. يدارو هذا يكملوا الخدمه ان شاء الله باش يديروا دوك لي بانو علامات التشوير، باش كل واحد يعرف شنو ما له هو ما عليه. هذا الشيء هنا تنظن محسوب على الاطلس، على حي الاطلس. هاد المسجد الصغير حتى هو مسميينو الفاتح، هاد المسجد على اليمين وكاتبينها في بلاكا مسجد الفتح المبين. هادي طريق البريدية، كتبان على اليسار، على اليسار الطريق الوطنيه رقم 6 هي اللي كيعاودوا دابا خدامين فيها. هادو العمارات البوليس، هادو مسمينهم العمارات البوليس. هذا دابا ما عندوش الحق يدوز، ولكن الا زدت غيدوز فيا. هذا هنا هذا الرون بوان ما فيهش سي دي لو باساج، هذا فيه مول ليمن. دابا هادشي ما يمكنش، الا زدت غادي نوليو في شكون قالها لك، غادي يدخل فيا ما فيها الا ولا حتى. هنا لا، هنا كاين البانو ها هو اتركي الاسبقيه، هنا خصني نخلي اللي لداخل خصني نخليه هو الاول يدوز عاد نزيد انا. إذا نمشيو نيشان هي طريق البريدية. هذه طريق البريدية، كاين هنا عمارات، كاين نروح حتى براسة حرة زوينة هادي على اليمين. محسوب تنقولوا لهم البريديه، وما هي في طريق البريديه ابقاو راه كثار على اليمين، وكاين عندهم واحد السويقه، وكاين عندهم هما فين مجموعين دايرين السونتر هنا المركز، بقاو ما شويه مكثرين ميكا وواحد المنظر شويه ما شفت اللي باقي هنا. الطبيعه على اليسار هذا كوكو باك، هو هذا اللي غادي يبان دابا على اليمين، ها هو داك سميتو ديالو بنت. سير الله يسامحك.
نديرو نصورو. واش غيخليونا نصورو؟ دايرين الراس ديال الغول لداخل. السلام عليكم. دير سيدي بخير؟ واش مازال ما سالاو؟ فوقاش؟ والله ما عرفتش. ايوا بغينا نصورو زعما هادشي اللي كنديرو ل... ها؟ حيت شي ناس قال لك صورنا كوكو بارك داخل زعما؟ ايوا ما كرهناش من الداخل. مازال مازال شي شهر ولا؟ والله ما قال لنا زعما ما عرفتش بالضبط. والله يسهل اخويا الله يجيب التكتيسير. باعم نصور لكم شوية من الداخل. الداخل ديالو هو هذا. الداخل هو هذا. يعني ما كاين شي جديد على الفيديو اللي كنت صورت ديك المرة. هاو نصور لكم شوية بالتليفون. تصويره باش نديرها في البانو وصافي. جاية الشمس ما واضحش. هاو ما خلاوناش نصورو حتى هاكا. قالك راه محسوب في الباركينغ. غنخرجو على الباركينغ وغنصور. اباي باش دابا انسان تيقولك وصورنا كوكو بارك وصورنا كوكو بارك. انت توحل دابا مع هذا. نجيبو الدورة حتى لهي. ها طيطوشة تنظن تتبان لكم. ها راس الغول هو هنا. هذا هو كوكو بارك. هادشي اللي فيه غادي ناخذ لكم واحد التصويره ليه. اذا هو هذا كوكو بارك.
نصوروا هنايا. سمحوا لي اتسناوني واحد دقيقة، ما بغيتش نقطع الفيديو باش ما تضيعش لا ريزوليسيون ديالها. حاول هاد التصويره صورت هي التصويره نديرها في البانو وصافي، ما الفيديو هادشي اللي فيها. ندخل نصور لكم هادو هنايا، كاين بعض الطرق اللي ناقصين. وهادو نورمالمون تيخرجوا من مور اتقدم. غادي نحاول نصور نصور لكم شويه وصافي، يعني تاخذوا فكره على هاد العمارات اللي كاينين هنا واللي تزادوا هنايا. هذه مدرسه الكوثر، دابا كتبقى تابع شي طريق في التالي كتلقاها ما كتخرج. مدرسة الكوثر، هذه ثانوية الإعدادية الأطلس، ثانوية الإعدادية الأطلس. ندور على اليسار ونطلع ونجي مع الطريق البرانية من الفوق. كاين واحد الطريق تدوز من الفوق، لو بقيت عاقل. فايت دايرها على رجلي، داير هي لا مارش هنايا. التيران تيلعبو فيه هنا الدراري، هادشي كلو عمارات. وخلات الطريق من الفوق، هادي لا، هادي ما غتخرجنيش، هادي تبقى ديما في العمارات. عاد إلا كان شي مقطع تيخرج وصافي. شي العمارات العمارات الناس هنا شارين حوايجهم هنايا. زوين هادشي، المهم القضية مهنية. هاي الطبيعة اليسار،
هادو ماشي عمارات، هادو هي ديور عادية. الناس خارجين دايرين نزهة، بالحق غادي نصدقو راجعين على طريقنا. مانعرف واش تخرجنا هادي ولا لا، هادشي كلو عمارات راه قدامنا الديور لهنا. عارفين هاد تخرجنا هادي، هنا تيبانو دوك العمارات اللي على طريق قوراي، وكانت الطريق نيشان نخرجوا فيهم. هذه الطريق وحده وصدقات فيها جوج. هادي ديك نسيت لي سميتها، مازال منتزه واش هاد الطريق ولا هاد؟ ندخلو مع الطريق من لهيه. حي المنتزه، ما عرفاش من الطوبيس اللي كيجي له، راه الطوبيس ولكن من الرقم ديالو ما نعرف. هذا راه فايت طالب لي شي حد هاد الحي هذا. دابا الخروج هادي، دابا راه ما كاينش بزاف بيننا وبين الطريق الوطني رقم 6، ولكن منين نخرجوا ما كاينش الخرجه يعني واضحه، غنتبعوا الطوبيس وصافي. على اليسار كنخرجوا في اتقد، هادي بعدا راه صلحوا قادو هاد الطريق هادي اللي كتخرجني. يحشم زعما يخلينا ندوزو. هذه الطريق الوطني رقم 6، فهاد المقطع هذا هو اللي باقي معطل شويه ما بين اوتيل الداليا والرون بوان ديال البريديه. هذا أنس على اليمين، هنا تيبدا أنس. أتقدّوا على اليسار، قدامي في هاد الطريق هادي.
هذه فورست بالاس. هبط لتحت، هبط لتحت باش يكب في الكاياس تما باش يعمروا هاد البلاصة هاد. مازال خدامين في هاد القوادس هادو على اليسار، كنت صورتهم لكم فاش كنت غادي للحاج والبارح نهار اثنين. هادي الانصام رئاسة الجامعة. خدامين في هاد الرومبوان هذا، غادي يهرسوه باش غيوسعو هاد البلاصة هادي. هو خاص هنا، خاص نفق هنايا، هنا راه إلا مداروش نفق راه ميتحلش المشكل ديال هاد الرومبوان هذا. شارع محمد السادس، تبارك الله عليكم، السلام عليكم.